Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. ومساره السياسي سيكتشف شخصا كان فوق المنظومه السياسيه سواء منظومه الخمسينات او الاربعينات او منظومه الستينات حتى السبعينات وكان فوق منظومه حزبيه التي كان يتراسها فاظن ان فكره الحسن الزاني كان فكرا اعلى واسمى من بنية حزبية معينة والدليل على هذا أن حزب الشورى والاستقلال لا نقول بأنه تشرد أو قسم ولكن لم يستطع أن يستوعب هذا الفكر الخلاق المتجدد بدليل أننا نعيد حاليا التلاعب والاستيعاب والعودة إلى أهم مكونات فكرة الحسن الزاني. بالإضافة إلى هذا يعتبر محمد بن حسن الزاني الذي لا أعتبره مرحوما لأن الفكر لا يموت. أعتبر بأن فكر بن حسن الزاني إذا ما أردنا أن ندرسه وأن نتتبعه لا بد أن نعمل على الإحاطة به كمنظومة وليس كتجزئات. أظن أن المنهجية المتبعة من طرف كثير من المتتبعين تركز على بعد دون أبعاد وعلى جزء دون أجزاء وبالتالي تغيير المنظومة السياسية والمنظومة الفكرية السياسية لابن حسن الزاني. أظن لمقاربة لابن حسن الزاني لا بد أن ننظر إليه كمنظومة سياسية متكاملة تتميز بالأساس بالمزاوجة ما بين السابق ما بين الاستقلال والديمقراطة وفيما يتعلق بالديمقراطة ما بين الملكية الدستورية والتعددية الحزبية وبالتالي عندما ناقشنا في الصباح مسألة الليبرالية كانت له هي المنظومة هي الأساس هي الناظم الأساسي لكل أفكار محمد بن حسن المسلم وبالتالي لكي نركز على أو لكي نتمثل أهم هذه المكونات حددتها أساسا في مكونين أساسيين مكون الملكية الدستورية ومكون التعددية الحزبية. إذا فيما يخص المكون الأول وإقرار الملكية الدستورية أظن أن محمد بن حسن الزاني ركز بالأساس على ما يسمى بالملكية الدستورية واعتبر أن الدستور ليس فقط مجموعة من البنود مجموعة من الفصول إنما هي حصارا لجماح السلطة كما كان يقول عبارة عن مكونات لا بد أن تفرمل عمل السلطة وحركية السلطة وتفاعل السلطة وبالتالي كان يحرص على أساس أن يكون الدستور نابع من جمعية تأسيسية كان هذا من أهم المطالب التي كان يركز عليها محمد بن حسن الزاني وكان يعتبرها هي الممثل الأسمى وهي العاكس الأسمى لإرادة الأمة ويعتبر أن إرادة الأمة إرادة الشعب هي الأساس ليست إرادة الملكية هذا هو ربما الذي ميزه الفكر العباسي عندما طرح تبني الدستور أول دستور للمملكة كان هناك خلاف أساسي ما بين هذين المفكرين وهذين المنظرين واعتبر
محمد حسن الوزداني أن ذلك الدستور كان دستورا ممنوحا. ولحد الآن ما زلنا نعيش بما يسمى الدستور الممنوح. بكل تبعاته وبكل سلبياته. لأن الدستور الممنوح يبقى دائما لا يحسر السلطة ولا يحدد مداها ولا امتداداتها. وبالتالي الدستور لا يعتبر فقط مسألة تأتيتا سياسيا، إنما يجب أن يكون فرمانا كما كان يقول حسن الزاني، يجب أن يكون فرمانا وإطارا وتقديرا لعمل السلطة. وبالتالي كان أهم المطالب كما قلت الأساسية التي كان يطالب بها هي أن تكون هناك جمعية سياسية. ربما اتحاد وطني القوى الشعبية كان تبنى هذا المطلب، ولكن آخر مطلب فرض ما يسمى الدستور الممنوح الذي كما قلت ما زلنا نعيش تبعاته لحد الآن. ونحن رأينا وصلنا ربما في المستقبل كيف أن هذا الدستور لا يحدد مدى السلطة ومدى تدخلها في عملية توزيع السلطة لدى المكونات والمؤسسات السياسية. إذن هذه مسألة. فيما يخص المسألة الثانية، كما قلت الدستور اعتبره كابحا للسلطة، واعتبره أيضا فرملة لأي تحرك للسلطة، خاصة مثلا نصيب السلطة الملكية. إذن ما دام أن الدستور لم يصل إلى هذا المدى إلى هذا الحد، وسيبقى دائما دستورا ملكيا ممنوحا لا يفرغ السلطة الملكية، وإنما ينظم فقط أعمال وتحركات باقي المكونات المنظومة السياسية المالية. إذا من خلال هذه الاعتماد أو تبني أو مطالبة بضرورة إقرار نظام ملكي دستوري، يزاوج محمد الحسن الوزداني بين هذا المكون ومكون التعددية الحزبية، باعتبار أن التعددية الحزبية تعتبر من أهم الركائز الأساسية لأي ليبرالية سياسية. عندما نتكلم عن ليبرالية سياسية نتكلم عن منظومة سياسية، ليس اقتصادا أو سياسة، إنما هي منظومة متكاملة الأبعاد تتكون من بنيتها التحتية اللي هي الاقتصاد، ومن بنيتها الفوقية اللي هي السياسة. السياسة في هذا الإطار يعتبر الحسن الوزداني أن التعددية الحزبية تعتبر أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام ملكي دستوري. وفي هذا الإطار حدد أربع مكونات أساسية. اعتمد بالأساس على نقطة الوحدة المذهبية والتعددية الحزبية. ثانياً اعتمد على ضرورة محاربة نظام حزب واحد، واعتمد في ثالث نقطة على معارضة تأسيس أي حزب ملكي. بالإضافة إلى هذا كان ينادي ضرورة تجنب ما يسمى بالغلقنة الحزبية. إذا فيما يخص النقطة الأولى الوحدة المذهبية والتعددية الحزبية، اعتبر بأن التعددية الحزبية لا تناقض أي وحدة مذهبية، رغم أن النظام السياسي في المغرب يعتمد على الإسلام والشريعة الإسلامية والإسلام كمكون أساسي، فالإسلام لا يناقض تعددية سياسية أو أي تعددية حزبية. محمد بن حسن الوزداني كان من بين الفاعلين السياسيين الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي بشكل لا هو للحزب بطبيعة الحال، تعرض للاضطهاد السياسي عندما كان يراد أن يتم إقرار ما يسمى بنظام حزب واحد، لأن هناك حزب استقلال. عندما
وقت سكن الطبيعي. فكان هناك صراع حول السلطة، طار الصراع. كان حزب استقلال يريد أن يصفي كل فعاليات سياسية، كل فعاليات حزبية ما فيها حزب الشورى والاستقلال، نظرا لخلافات شخصية طبيعي الحال وأيضا لخلافات إيديولوجية وسياسية. وبالتالي عانى حزب الشورى والاستقلال وعلى رئاسته الحسن الزاني من هذا التغول بين قوسين حزب الاستقلال ومحاولة فرضه نظام حزب واحد على غرار ما كان في تونس وما سيكون فيما بعد في الجزائر. إذا كان بالنسبة لمحمد الحسن الزاني ناهضة حزب واحد مسألة وجودية وحددها انطلاقا من ثلاث اعتبارات أساسية. اعتبار سياسي بمعنى أنه يعتبر بأن فرض نظام حزب واحد هو مناقض للحرية، الحرية في الاختلاف، الحرية في التنظيم، كلها يناقضها نظام حزب واحد. عندما يقر حزب واحد هذا يعني أن هناك ديكتاتورية سياسية، ديكتاتورية قائمة على كل الآراء وكل الاختلافات السياسية. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني هو اعتبار قانوني. اعتبر بأن كون أن نظام الحكم أقر ما يسمى بقانون الحريات من 1958 العهد الملكي فترة، هذا بالنسبة لي يعتبر ضمانا أساسيا لضرب ومعارضة إقرار أي نظام حزب واحد. هذا اعتبار قانوني وباقي الجهات الأخرى. وسمح في هذا الإطار كيف يرى الملك نازلا في المعركة المطار السياسي، سمح لبعض التنظيمات أن تتشكل للدفاع عن الملكية. وفي هذا الإطار كان هناك مجموعة من الأحزاب بما فيها جبهة الدفاع المؤسسات السورية التي واجهت باقي مكونات المعارضة السياسية. وبالتالي اعتبر محمد الحسن الزاني بأن هذه التنظيمات التي تتحرك باسم الملك تعتبر ضربة لإقرار أي نظام ملكي للسورية، لأن الملك يجب أن يبقى دائما فوق كل القوى السياسية. وبالتالي عندما يتم خلق أحزاب تتحدث باسم الملك أو تروج لأنها تنفذ إرادة الملك، على ذلك كل منافسة سياسية تبقى لهم، ويتم خلال ذلك إقرار نظام حزب واحد بشكل آخر. بالإضافة إلى هذا كان هناك مكون رابع أظن هو البرهنة السياسية. بالنسبة لمحمد الحسن الزاني كان يعتبر إذا كان نظام حزب واحد نظاما غير نشاز وغير طبيعي في أي منظومة سياسية، فالبلقنة السياسية يعني التناسل الحزبي يعتبر أيضا ضربا وتهديدا لأي ملكية دستورية ولأي تحالف طبيعي للنظام السياسي، نظرا لأن تناسل الأحزاب وكثرتها ستشتت الإرادة الشعبية وستصبح عبارة عن لكاكين سياسية. وللأسف هذا ما نراه حاليا، لأن التناسل الحزبي والذي أتى بعد تطورات كبيرة في مختلف الصراعات على المستوى أدى في آخر المطاف لأننا وجدنا أنفسنا أمام 34 أو أكثر من الأحزاب، كل يدعي أنه يمثل فئة معينة. آخر مرة أي حزب لا يتوفر على أي قدرة سياسية ولا أي قدرة مالية تمكنه من فرض أي قرار أو أي برنامج أو أي تدبير سياسي. وبالتالي هذا ما كان يتخوف منه محمد الحسن الزاني، كان يعتبره
بشكل عام هذه اهم مكونات في حزب الحسن المزدري، وهذه المكونات التي تضفي راهنيه على هذا الفكر الذي يعتبر كما قلت فكرا متميزا عن باقي منظومات سياسيه او تنظيرات سياسيه لبعض رواد الفكر السياسي في المغرب، وهذا ما سيجعل فكر الحسن المزدري يعتمد ويتبنى وتعاد قراءته من زوايا قليلة، لأن الإشكالية التي كان يطرحها ما زالت كما قال الأستاذ ما زالت مطروحة. لم نصل بعد إلى ملكية دستورية، ولم نصل بعد إلى تعددية حزبية من المنصة. شكرا.